شوفوا عندنا كل انا قلت لكم التجربه نتاع وهران كانت تجربه رائده. النجاح اللي صرا في وهران ماهوش اعتباطي، ماهوش سي با انازار، باسكو انازار تقدر تتلاقى مع ثلاثه ولا اربعه من الناس، بصح ما تجيبش 26 بي بليس دو 3000 اتليت توت سيت اورغانيزاسيون و تو سي ريزولتا، يعني النتائج المثل اللي تحقق حقها الرياضيين الجزائريين ماهوش عمل نتاع صدفه، معناها كاين عمل منظم، معناها العقليه اللي موجوده في قطاع الشباب والرياضه، كي نقول لك القطاع المنظومه كامله، يعني الوزاره، اللجنه الاولمبيه، الاتحادات تبدلت. احنا امام تحديات، الجزائر الان تتوفر على كل التجهيزات الرياضيه اللي تقدر من خلالها تحتضن اي منافسات. الفريق اللي جاء يعني موتسيبي والذي رافقه كي شافوا الهياكل الرياضيه ما كانش في دول افريقيه يعني هذا المستوى اللي رانا فيه. ان شاء الله نستلموا البراقي ونزيدوا نستلموا دويره ونزيدوا نستلموا تيزي وزو ونكملوا قسمطينه ونكملوا عنابه وعندنا وهران وعندنا سيق نروحوا بعيد.